صباح الخير الاولاد. طبعا المنشور مشترك بين سيد وزير الداخليه وزير التجاره وزير الصناعه وزير الفلاحه. هذا منشور يعنى ويؤكد على الرقابه على الطرقات والوسائل فيما يهم مجال الاحتكار والمضاربه والتهريب. للغرض اشرفت اداره الشرطه البلديه ونسقت العمليه ذي بحضور جميع الاطراف، زملائنا الحرس الديواني، زملاء من المراقبه الاقتصاديه لاداره الجهويه تاع تونس، زملائنا من المراقبه الصحيه من الاداره الجهويه للصحه بتونس، كذلك مندوبيه الفلاحه اللي وفرت لنا مشكوره بيطري في نطاق الاختصاص، زملائنا من اداره النجا اللي مشكورين يعزونا الليله، وكذلك وحدات الشرطه البلديه. بالنسبه لليله عندنا هدف واضح وسيبلي اللي هو على مستوى مفترقات بور الشاكير وكذلك حي التومي، هذوما زوج مفترقات مرجع نفوذ منطقه سيد حسين. كذلك مشكور سيد رئيس مركز الشرطه البلديه سيد حسين اللي هو يحاول ديما باش ينشط المجال هذايا. سيد مدير الشرطه البلديه يأكد عليكم للانضباط حسن التعامل مع المواطنين، نخدموا في اطار القانون بدون ما نجتهدوا برشا، لكن نخدموا احنا ماشيين باش نخدموا باش نحاولوا من منطلق بتاعنا احنا كادارات جهويه ذات الاختصاص كاداره شرطه بلديه النجده الديوانه كلهم في مجال اختصاصه باش نحاولوا البلاد هذه كمام نعطوا بصمه وننهضوا بها. للغرض احنا باش نقسموا روحنا دو جروب، كل اداره منا فريق وكل فريق عليه مشرف من اداره الشرطه البلديه. الهدف نتاعنا هو الرقابه على الوسائل، التفتيش الدقيق بالنسبه للوحدات الامنيه فيما يخص الامن العام، وحدات الشرطة البلدية وكذلك وحدات الديوان التفتيش الدقيق فيما يهم التهريب وما شابه، وكذلك زملاء التجارة والصحة في مجال اختصاصهم للاحتكار وعدم تمرير الخضر والغلال اللي تو نشوفوا احنا ظاهر ما عادش يدخلوهم مرشد قرو ولا يخدموا معناتها ديريكت من الفلاح للوكيل اللي هو الشيء قاعد يمس بخزينة الدولة العامة. دونك احنا ماذا بينا الليله الحمله بتاعنا تنجح في اطار القانون، نطبقوا القانون وبكل حرفيه ونحاولوا ديما كما الواحد ما ندخلوش مشادات مع المواطنين. واضح لحد الان سيدي، نقسموا بعضنا وننطلقوا. يعطيكم الصحه. الجروب الاولانيه تخرج سي فوزي، تبعوني الناس كل النجده بركه معروفه فشكور، تبعوني انا زملاء ديواني وين؟ هاي تبعوني انا نخرج الدوريه الاولى مع سي فوزي، معك تجاره وصح كل شيء نقدموك انت شوي بعد تخرج داكوردو. خلاص بكابا؟ شريك. وبعدك. الله يهديك. الله يهديك.
كامل. ها؟ ناحية الجهة. منين أنت؟ ها؟ باش. باش السلعة دي منين؟ وين عزاز؟ عندي محل. ها؟ عندي محل. محل وين؟ وين؟ عندك مخزن تخبي فيه في العجل ولا عندك محل نتاع إطارات؟ تصلح في الإطارات المطاطية؟ ها؟ تيرية ذي؟ وين حالك؟ عندي برادة. وين محلك ذي؟ عندي برادة من نار. ها؟ السوق ذي. شو كامل؟ شو كامل؟ الدبريات مفجر كبير. وذي صالحة للاستعمال ايش؟ صالحة للاستعمال. صالحة للاستعمال هكا مغفص هذه صالحة للاستعمال. ها؟ مش حاشي بوسطهم البنور. حاشي فيهم شيء؟ هاي طلع. ايه تنوصلوا معكم حتى خليه معنا شوف ريت وكريلي وبوري الله يبارك الفاتورات وبتخري في الجوين ها بتنسير شكرا لك.
في كل شيء باسمي انا. ايش باش نعمل لك اكثر من هيك؟ هذا التفاح هذاك الفوق الفتره تاع الفوق باش نكمل. نعطيك كل شيء ما نعطيك. باش خليك سيدا. تحب نعطيك حاجه اخرى؟ تحب نعطيك حاجه اخرى؟ اسمع. نعطيك البطيم افهم البطيم البطيم هذه. باش تمشي تو يعني ولا بعد وقت تحب انت. باش تلقى عندي بلوك في الاورديناتور. الاوبجيكتيف انه يوصل النتيجه هذه. لا لا فهمتي باش نعطيك استدعاء. باش نعطيك حاجه اخرى. جيب لي كيتونس الاداره الجهويه تجاه تونس. باش نأمنوا نحن النتيجة هذه. أعطيني على الأقل مركز قريب ولا حاجة قريبة عليك تخرج فيه خاطر ما تخرجش أنا راهي من حنا من جديد شوات جديد عرفتها؟ نعاود نرجع بالله ونضم نخدم راسي. ترحم على والديك. شوف هذه راه مش خلي مستعان باسم المرأة هذه. خاطر ما عنده حتى هوية. كنت لسه الكهرباء. أنت قدوها غير ولا شيء. اللي برميل حتى شيء كبير. أحمد هوية نتاع السيد خليه يسهروا في المحكمة. والله شوف رانا تعرف قداش هذاك والله ما نقصد خاطر نحن بنعم انا لا 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 برك اما لا لا لوطاني لا 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 لوطاني لا 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 شوف سيدي خاطر ما جاتش جا شوي شوي زيد اما راه من داخل لا راه كل ليس والله يبارك خويا انا نصيحه باهي يقف يقف على اليمين حاليا المستوى مخترق بورشاكير سيدي حسين مواصلة الحملة الليلية
يشرف على سيد مدير الشرطة البلدية، كذلك جميع الفرق الأمنية، كذلك فريق حرس ديواني، التجارة والصحة. حاليا قمنا ببعيد زملاء التجارة بحاجة حوالي 23 طن من الخضار اللي يتم بيعها خارج مسير قانونية التوزيع. تم توجيه وجوبا للسوق الجملة بير القصعة. كذلك تفضلنا لعملية نقل حوالي 1 طن من الدواجن هذه مجهود المصدر، تم حجز على زمة الإدارة الجهوية للتجارة. كذلك مصانع حرس ديواني حاليا تم ضبط وسيلة نقل محملة بعدد هام من إدارة المطاطين المهرب من القدس الجزائري، يتم كما تراه حجز الوسيلة وكذلك الإطارات.